في زيارة القبر وكده، يعني الميت بيحس بينا، ومن آداب زيارة القبر إيه؟ ويجوز قراءة إحنا بنروح القبر عشان إحنا مثلا نتدبر اللي إحنا هنزور اللي إحنا نيجي للمكان ده، بس ولا ركز ماشي؟ ركز في الأسئلة شوية، ركز في الأسئلة. هل يشعر بنا الميت وأثناء زيارته؟ صبرا بس يا حبيبي، بس واحدة واحدة يعني، سأنسى القول الأول. هل يشعر بنا الميت وأثناء زيارته؟ الظاهر أن لا، إلا عقيب الوفاة عند الدفن وردت بعض النصوص تشعر بشيء من ذلك. قال عبد الله بن عمرو: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري. قال عمرو بن العاص، عفوا، هو نفسه: إذا أنا مت فامكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ده موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص. وإذا تولى مات الميت وتولى عنه أصحابه أنه لا يسمع قرعا عليهم. وثالثا: يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبا جهل بن هشام، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: أتخاطب جيفا يا رسول الله؟ قال: الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. هذه عقيب الوفاة. أما بعد، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال الله له، عفوا، قال الله في كتابه: كنت عليهم شهيدا، أو الرسول الله عيسى: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. شكرا عبد الرحمن. طب واحنا بنروح يا شيخنا عشان نتدبر اللي احنا نكون في المكان ده، ولا على والله في ان احنا نؤمن بوحدتهم ونقرأ لهم كلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. ألو، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ففيها تذكير بالآخرة وفيها دعاء للأموات. شكرا.